نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الملحقية الثقافية القطرية في المملكة المتحدة بطولة كرة القدم الرابعة للطلبة القطريين في العاصمة البريطانية، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. هذه أحد الأهداف التي تضعها دولة قطر، أن يكون العقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي الشباب هنا يتجمعون هنا في نشاط رياضي ممنهج لهم، تنظمه الملحقية الثقافية بسفارة دولة قطر وترعاه اللجنة العليا للمشاريع والإرث. احنا من خلال دعمنا البطولة هذه ايضا بشكل مستمر بشكل دوري نرسل اخر تحديثات وتطورات التي تتعلق بمشاريع وملاعب كأس العالم. كل هذه المسجات عند اخواننا، نتمنى طبعا اكيد في حال ما تم سؤالهم عن هذه الامور انهم يكونوا خير مما يمثل الدولة، وإن شاء الله نشوف منهم مجموعة كبيرة يكونوا متطوعين وحتى موظفين معنا في 2022 بإذن الله. وخاض 14 فريقاً للطلبة القطريين من مختلف المدن البريطانية المباريات، ليتوج فريق طلبة مدينة ليفربول الإنجليزية بالمركز الأول. وجرى تنظيم البطولة في لندن للمرة الأولى، مما شجع الطلبة في الإقبال الواسع على المشاركة، حيث كانت تجرى في مدينة مانشستر في دوراتها الثلاث الماضية. للأمانة أنا حضرت السنة الثانية والثالثة وهذه السنة الرابعة، يعني كحضور ثالث مرة، فأعتقد أن كل سنة التنظيم يتميز عن السنة اللي قبلها، وحتى كاختيار للموقع هالسنة تميزوا جدا في اختيار الموقع، اختاروا موقع يناسب كل الطلاب. بطولة كرة القدم الرابعة للطلبة القطريين في المملكة المتحدة تأتي لتعزيز الأخوة بينهم، كما تمهد لأجواء استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. لقنوات الكأس أبان حسين، لندن.